عمار تيفي. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، من ورائه جهنم، ويسقى من ماء صديد، يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان، وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sahabat Amar TV yang Allah muliakan, mari kita sama-sama bantu support dakwahnya Amar TV dengan cara terus tonton, like, subscribe YouTube-nya atau juga follow sosial medianya Amar TV. Dan juga teman-teman bisa membantu donasi di rekening di bawah ini. Donasi dari teman-teman insya Allah akan bermanfaat dan dimanfaatkan untuk dakwah Amar TV. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.